ومن الأجندة إلى اجتماعية الشارقة، حيث نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة ندوة تعريفية حول قانون حماية الطفل وديمة بالتعاون مع النيابة العامة، وذلك في مقر أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة بحضور عدد من أولياء الأمور والمهتمين. تفاصيل أكثر نتابعها من خلال هذا التقرير، ولنا عودة لكم. من أجل التعريف بالحقوق الأساسية للطفل في قانون وديمة والقوانين الأخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة، نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة ندوة حماية الأطفال بين التشريع والتطبيق بالتعاون مع النيابة العامة في الشارقة، وذلك في مقر أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة بحضور عدد من أولياء الأمور والمهتمين. قدمنا ورقة عمل عن إجراءات وتدابير الحماية المتبعة في إدارة حماية الطفل، تضمنت نظرة شاملة أو عرض شامل عن أقسام الإدارة. بعدها تكلمنا عن إجراءات التعامل مع بلاغات خط نجدة الطفل 8700، وأهم إجراءات الحماية اللي تم اتباعها عن طريق فرق العمل في خط النجدة، وتدابير الحماية كذلك اللي ذكرت في القانون، سواء إذا كانت حياة الطفل في خطر أو حياة الطفل ليست في خطر. ناقشت الندوة آليات وخرائط الاستجابة لبلاغات العنف أو الإساءة، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير المعتمدة في إدارة حماية حقوق الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية، كما تم عرض نماذج من اتفاقية حماية الأسرة للطفل. تطبيقات فعلية لحماية الأطفال من خلال وضع خريطة محددة الأدوار للشركاء الحماية ونظم الأحالة المشتركة بين الشركاء والتدابير والإجراءات المتخذة، دي تعتبر كنواة جديدة كويسة أو جيدة للعاملين في مجال حماية الطفولة، ممكن من خلالها يكون دليل إرشادي مصور ومجمع في رسمة واحدة تساعدهم في أثناء عملهم سواء في أي من الأماكن المتعرض فيها الأطفال للانتهاك، وجميع المؤسسات بتتعامل مع الأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر، بتكون فرصة جيدة إن احنا نقدم لهم دعم فني من خلال بعض الجهود الخاصة بنظم الإحالة والحماية والتدابير، علشان نكون ده جزء من الطريق لسه هنكمله إن شاء الله في دعم فني هنوفره لكل العاملين في مجال حماية الطفولة في الإمارة وفي الدولة إن شاء الله. دائرة الخدمات الاجتماعية جهود حثيثة للارتقاء وتطوير منظومة حماية الطفل بين المؤسسات المعنية ومناقشة القضايا المشتركة. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وللحديث أكثر حول ندوة قانون حماية الطفل يسعدنا أن نستضيف في الاستديو الأستاذ جاسم الحمادي، مدير مكتب المعرفة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمرات في دائرة الخدمات الاجتماعية. حياك الله معنا ونورتنا اليوم في برنامج أماسي. الله يحييكم. الله يحييك. في البداية طبعا نشكر جهودكم الحثيثة لهدائة الخدمات الاجتماعية التي تعمل دائما في تأمين الأسرة وتوفير كافة سبل الراحة لها طبعا، واليوم ركزتوا على الطفل وهو طبعا مجال بعد أنتم قدمتوا فيه الكثير. نتكلم عن هذه الندوة وما هي أهميتها وأهدافها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا نحن هاي الندوة ركزنا فيها على العاملين مع الطفل، سواء كان في عندنا في الدائرة في الخدمات الاجتماعية أو في أي مؤسسة ثانية. جميل. وسمينا هاي الندوة ندوة حماية الطفل بين التشريع والتطبيق. جميل. طبعا عندنا نحن الحمد لله رب العالمين في دولة الإمارات القوانين اللي تسعف والتي تؤيد صحيح. حماية الطفل أو أي فرد في المجتمع سواء كان كبير صحيح. أو صغير صحيح. فقانون وديمة قانون حديث نزل أصدر في عام 2016 صحيح. والقانون هذا بحاجة إلى شرح وبحاجة إلى توعية وبحاجة إلى نشر سواء كان في العاملين مع الطفل أو الجمهور صحيح. طبعا نحن العاملين مع الطفل الآن أغلبيتهم تخصصاتهم إما تكون اجتماعية أو صحيح. تكون طبية أو أي تخصص ثاني صحيح. فيجب أن نحن نغذيهم كذلك بالجانب القانوني لكي يعني يؤدي عمله بشكل صحيح ويؤدي عمله بشكل قانوني وإجراءات صحيحة. جميل. فلهذا نحن يعني ارتئينا أن نحن في الدائرة ان نحن ومع النيابه العامه تعاون ان نحن ننشر هذا القانون وهاي الاجراءات لكي يتعرف جميع العاملين
مع الطفل بهذا القانون والإجراءات التي احتوت هذا القانون. صحيح، ليتعرف كذلك على قوانين حقوق الطفل بهذا القانون بالضبط. نعم. نتحدث عن أبرز المحاور والقضايا التي طرحت في هذه الندوة. نحن في هذه الندوة ركزنا على ثلاث محاور رئيسية. أول شيء هي المحور الورقة الأولى، ركزنا على شرح قانون وديمة، وكذلك الورقة الثانية إجراءات والتدابير المعمول بها في إدارة حماية الطفل بإدارة الحماية الاجتماعية، والورقة الثالثة كذلك عندنا آليات وخرائط الاستجابة في المؤسسات بشكل عام. جميل. كيف كان ردود أفعال الجمهور المتواجد حول المحاور الموجودة تقريبا في طبعا نحن كانت ردود أول شيء يعني أغلب المؤسسات بداية يعني من انتهت الورقة الجلسة الأولى. نعم. أكثر من مؤسسة قالت نحن نبغي تقومون هذه الندوة هذه أو هاي المحاضرات هذه في مؤسساتنا. جميل. لأن نحن جينا لهذه الندوة، لكن في عندنا كثير من زملائنا في العمل العاملين مع الطفل. جميل. ما يوم معنا. صحيح. فنتمنى أنكم أنتوا كذلك بعد تقومون بها الورشة. المعلومة لشريحة نعم. أكبر. خاصة نحن نعم. تكلمنا عن ثلاثة أشياء رئيسية. صحيح. تكلمنا عن القانون وشرحنا هذا القانون وأهداف القانون وأهمية القانون وبعض المواد المهمة في هذا القانون اللي أحيانا بعض يمكن الأخصائي الاجتماعي أو النفسي أو الطبيب يعني يصير في إشكاليات فيها. صحيح. الأمر الثاني التدابير والإجراءات المعمول بها حاليا. نحن عندنا في إدارة الحماية الاجتماعية عندنا خبرة في أخصائي الحماية اللي عنده ضبطية القضائية. صحيح. فهذه يجب أن ننقل هذه الرسالة وهذه إلى جميع الفئات وجميع المؤسسات. الأمر الثالث كذلك نحن وضعنا آليات وإجراء وخرائط استجابة للبلاغات. نحن عندنا تقريبا حاليا 6 يعني مؤسسات رئيسية. جميل. تعمل على الاستجابة لبلاغات الطفل. صحيح. ألا وهي الشرطة والمحاكم والنيابة. صحيح. وكذلك المستشفى يعني وزارة الصحة المستشفى والخدمات الاجتماعية وأخصائي الحماية سواء كان أخصائي هذا موجود عندنا في الدائرة. صحيح. أو في أي مؤسسة، لأن القانون سمح لجميع المؤسسات اللي تعمل مع الـ مع الـ مع الطفل بشكل مباشر أن يكون عنده أخصائي حماية مثل التربية مثل الصحة مثل الأندية. جميل. جميع المؤسسات هذه يجب أن يكون فيها أخصائي حماية، وهاي أفتكر الآن خطوات يعني أكثر للوزارات والمؤسسات المحلية. صحيح. تعمل فيها لإيجاد أخصائي حماية أو وحدة حماية في مؤسسته. صحيح. أستاذ جاسم، نتحدث عن أبرز مثل ما ذكرت الآليات الموجودة في الندوة، نتحدث أكثر بشكل أكبر يعني عن الآليات التي طرحت في الندوة حتى يستفيدون كذلك الجمهور من خلالها. طبعا نحن في الندوة هاي ركزنا على جوانب مهمة مثل ما قلت قانون، طبعا قانون كبير ياخذ له. الأمر الثاني ركزنا على أدوات الاستجابة. جميل. أنا كيف الآن أستجيب وشو دور أخصائي الحماية في الاستجابة، وكذلك أنواع الإساءة، وكذلك تصنيف الإساءات هذه والمبلغ هذا. صحيح. شو كيف القانون حماة المبلغ. صحيح. الآن قانون حاملنا. صحيح. سواء كان يجب أن يكون طريقة كذلك التبليغ طريقة نعم. الإبلاغ. نعم. وحتى المبلغ والشهود محمايين وأمورهم. صحيح. يعني فلهذا يضمن ان الاخصائي او يضمن المبلغ انه يبلغ انه ما حد يحاسبه او ما حد مثلا يعتدي عليه او كذا. كذلك نحن وضعنا في الورقه الثالثه الخريطه. جميل. عباره عن اني انا كمؤسسه مثلا الخدمات الاجتماعيه شو دورها مع الطفل. جميل. وشو الخدمات اللي تقدمها ما تقدمها حق المؤسسات الاخرى. جميل. مثلا الخدمات الاجتماعيه تقدم الايواء. صحيح. فكل المؤسسات التي تطلب الإيواء مثلا كالنيابة العامة أو المحاكم أو الشرطة تستعين بالخدمات الاجتماعية لإيواء الأطفال. مثلا الطب الشرعي في النيابة العامة. جميل. فأي حادث اعتداء يجب أن نحن أي مؤسسة تبغيه تستعين بالنيابة العامة. مثلا أني أنا كأخصائي حماية أبغي أني أنا أعمل ضبطية قضائية. صحيح. يجب علي أني أنا ألجأ للنيابة العامة لكي أخذ هذا الإذن. فهاي الامور احيانا تشكل على بعض الاخصائيين وتشكل كذلك على بعض المؤسسات، فلهذا نحن وضعنا هذه الخريطه لكي تبين كل مؤسسه ودورها وما لها وما عليها. جميل جدا استاذ جاسم، هل حبيت ان شاء الله توسعون الفئه المستهدفه من قبل هذا الجمهور حول هذه القانون هذا اللي هو قانون حقوق الطفل وديمة، وتوسيع الدائره مثل ما قلت اللي هم العاملين مع الطفل؟ وطبعا مثل ما ذكرت ان في مؤسسات حكوميه طلبت كذلك ان هذا الموضوع او هاي الندوه تنطرح وياهم، هل في خطه ان شاء الله في الفتره القادمه انكم توفرونها للمؤسسات الحكوميه الاخرى؟ نحن خطتنا كانت المطروح عندنا ان نحن نعمل ندوه في الشارقه
جميل. والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. جميل. لكن بعد ردود أفعال الندوة الناس. هذه لا. كذلك يأتي أنا التوجيه من سعادة رئيس الدائرة. جميل. أن نحن يجب أن نحن نوصل لكل المؤسسات. جميل. الأمر الأول هذا لكي يعرفون أدوات الحماية والتبليغ وكذا، وكذلك ننشر هذا القانون كندوات تعريفية لأولياء الأمور. صحيح. وأدوات الحماية وأدوات التبليغ، وكذلك ننشر كذلك خط نج طفل اللي ورقة المجانية 8700 لجميع المؤسسات، نعمل حملة إعلانية ثانية للناس في كثير يعرفونه. حماية الطفل يتابع للدائرة الخدمات الاجتماعية. نعم، هذا خط حماية الطفل معتمد. صحيح. من حتى معتمد من وزارة تنمية المجتمع. صحيح. إن هذا الخط الشارقة يجب علينا كذلك يعني نعمل حملات توعوية لهذا الخط ونشر لهذا الخط. صحيح. لكي يكون أداء مدوات استجابة للبلاغات. صحيح. وكذلك نحن بعد من ضمن بعد توجيه اللي جانا أن نحن هذا المخطط وهذا آليات الاستجابة هاي تكون تجربة عالمية يحتذى بها مش فقط في الإمارات. صحيح. في جميع دول العالم. صحيح. والحمد لله رب العالمين لاقت قبول من قبل المؤسسات الرئيسية مثل الشرطة ومثل النيابة والمحاكم، لاقت قبول، وها كان الإصدار الأول، وإن شاء الله بتكون في تحديث لهذه الخارطة إن شاء الله. أكيد، يعطيكم العافية. الله يحفظك. نتحدث عن أثر تنظيم مثل هذه الندوات على الجمهور نفسه ومعرفتهم بهذا القانون. طبعا الأثر يكون غالب، يعني الأثر يكون إيجابي، ونحن نتمنى أن يكون إيجابي بشكل أكبر. لأن مثل الآن بعض الأطباء اللي كانوا حاضرين أو بعض التربويين ما كانوا يعرفون أن الإبلاغ إذا هو كأخصائي حماة أو إذا هو كان تربوي أو كان طبيب أنه يبلغ عن الاعتداء إجباري، واجب وجوب الاعتداء. فالقانون أوجب على كل أخصائي وكل طبيب وكل تربوي طاله الموضوع مثلاً. أي نعم، إذا لقى أي اعتداء يجب عليه أن يبلغ الجهات المعنية، سواء جميل. كان أخصائي حماية أو جهات تبليغ مثلاً الشرطة مثل المحاكم. فبعضهم كان شلو الأمر، لكن نحن نقولهم كذا. كذلك من الأمور الإيجابية أن الناس يدركون أهمية هذا القانون وأهمية هذه الإجراءات لكي يعني يجعل إنه يعني يعمل بتدابير صحيحة ووقاية لهذا الطفل. أي تدبير أو أي إجراء خطأ للطفل قد يؤثر على الطفل وقد يؤثر على أسرته. صحيح. فلهذا القانون وضع لكي أن نحمي الطفل من جميع الجوانب. أكيد، حماية الطفل مثل ما نقول فطرة سامية وسليمة، طبعا دائما يحافظ المجتمع لأنه يقوم فيها. طبعا نتكلم عن الدور اللي تقوم فيه دائرة الخدمات الاجتماعية بالنسبة لحماية الطفل بالتعاون مع الجهات الأخرى. طبعا أول شيء نحن يعني إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الدكتور شيخ سلطان حفظه الله، آمين. وضع سخر الإمكانيات الكبيرة لهذا الطفل، سواء صحيح. كان في الخدمات الاجتماعية أو أي مؤسسة ثانية. صحيح. سواء كان برامج وقائية أو برامج علاجية. صحيح. وهذا طبعا يعني كان له أثر إيجابي على الطفل كثير. نحن في دائرة الخدمات الاجتماعية طبعا نلقي الضوء على دورنا، نحن نتلقى البلاغات من الخط المجاني سواء كان من الطفل نفسه أو من أي أحد من أفراد الأسرة أو مجهول أو مؤسسة. بدورنا يعني ناخذ البلاغ هذا ونصنفه. عندنا بلاغ يكون عاجل وغير عاجل. إذا بلاغ عاجل على طول يعني خلال ساعة نكون مكان الطفل هذا نتحرك له. جميل. ولازم أن يكون، وإذا كان استدعاء يعني نلتزم مثلاً نستدعي مثلاً جهات أخرى كالشرطة أو أي جهة ثانية. جميل. نحن في تواصل معهم وشراكات معهم. نعم. نستدعي هاي الجهات لكي نقوم بحماية هذا الطفل. الأمر الثاني بعد ما نحن نزيل هذا الطفل من الخطر نبدأ الآن نعالج هذا الأثر لهذا الاعتداء. نعم. من خلال برامج، من خلال أدوات، من خلال يعني جلسات إرشادية. فهذا الدور إحنا نقوم فيه دار خدمات اجتماعية. نعم أستاذ جاسم، نتحدث برأيكم ما أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية والجهات الرائدة في مجال حماية الطفل بتوعية المجتمع حول حقوق الطفل وأي مشكلة أخرى؟ طبعا نحن الآن عندنا أكثر من مؤسسة في الدولة. صحيح. تعمل للطفل. صحيح. نحن نقول الآن يجب أن نكون بنية تكاملية، كل واحد يؤدي دوره بشكل مطلوب وأدوار الأخرى مسائل ثانية يؤدون دورهم. صحيح. فهذا الدور لو كل واحد أدى دوره بتكامل وباحترافية بنضمن أن نحن نوفر حماية الطفل. وكذلك الجانب التوعوي، أظن أكثر المؤسسات لها برامج توعوية. صحيح. هذه المحاضرات والتثقيف وتوعية المجتمع والوصول إلى 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 أكبر شريحة من خلال التلفزيون أو من خلال برامج التواصل الاجتماعي. صحيح. أو من خلال المحاضرات هذه لها أثر كبير على حماية الطفل، ولها أثر كبير في التوعية بالطفل وأهمية الطفل وما هي الأشياء التي يعني تكون خطر على الطفل. مثال
يعني الدلال الزائد قد يكون نوع من إهمال الطفل. صحيح. ونحن ما أدري فيه الدلال الزائد للطفل قد يكون نوع من الإهمال. أنا مثلا أدلل ولدي بشكل كبير، أنا بالعكس هذا أسأت له، ما صحيح. ما مو بني أنا بالعكس مصعت، لا إساءة. فيجب أن نحن نعرف شو هي الإساءات اللي يجب على الطفل يتعرض لها، ويجب أن نحن نأخذ تدابيرنا، ويجب أن نعرف شو الإجراءات اللي نجب أن نحن نقي هذا الطفل من أي إساءة. أكيد حقوق الطفل طبعا بالغة في الأهمية والحساسية مثل ما نقول، وطبعا قدمتوا معلومات جميلة وجهود حثيثة قامت فيها ذات الخدمات الاجتماعية طبعا في دعم الطفل وتقديم كافة سبل الراحة. كل الشكر لك والتقدير الأستاذ جاسم الحمادي مدير مكتب المعرفة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمرات في دائرة الخدمات الاجتماعية، نورتنا اليوم ومن نشكركم طبعا على تواجدكم اليوم في برنامج المسائي. شكرا لكم على الاستضافة طبعا. الله يخليك.